فيك يا ليل الجراح ما جبت أخبار الصباح غيرت منديل الوفا بين المسافة والرياح وإحنا هنا والانتظار نتوسد أبواب الحصار مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار وإحنا هنا والانتظار نتوسد أبواب الحصار مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما عرفتيني؟ يا هلا شايفة وجهي من قبل. هل ايش خفتي؟ لا توقف دربي. أبى أطمن أن الشادر وصلك. يعني ما ناقص منك شيء. يعني وفيت بالدين القديم اللي علي. السنين هذه كلها أنا أبوي كان له الاسم إيش قال لك أبوك عني؟ أول ما يزورني في السواحل أبوي استعير من هين ياب هالثروة اللي عنده الله رزقي يا بنتي يومها كان باين إني أكرهك
صدقني يا عمي الحين غايته عابد ظهره مكسور من موت ولده، يعني ما له بار. الحين نقدر نضرب ضربتنا. ايش قلتوا؟ امشي قدامنا. لا 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 انا ما لي خص. كيف ما لك خص؟ ما تقول انك شيخ الحاره؟ ها يلا هات لنا حقنا. لا 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 انا ما بمشي البر، ما بمشي البر. ذيك الليله دعت على حرمتي الجديده واحترقت. همبونك مخيب الظن. نعم قولي للمعابد تيجي تكلمنا. كلموني انا، انا راعية البيت. ما جايين ننشد عن راعي البيت لان راعي البيت معروف. نعم يلا يلا خلي المعابد تجي بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. قلت لكم انا راعية البيت. طيب طيب يا راعية البيت قولي للي جالسين فيه يشيلوا قشارهم لان راعيه جاي يستلمه. ايش فيهم هذولا؟ استيانا؟ ضاو اشتروا واسترهن كل بيوت ومزارع الحارة. يا خوفي يا خوفي، بس بيتنا يكون من ضمنهم. بيتنا يكون من ضمنهم؟ كيف؟ اللهم لك على خير. يا عيني انصاف اللهي. خبط لو حد يدق الباب على امكن واقفات ما تفتحنه. خاطي افتحي الباب. افتحوا الباب. يلا طلعوا من البيت. طلعوا. هذا حزباوي. خاتي جاي يطردونا منه. كيف؟ خذ السكوك طلع سك البيت. لو تصدقتي بكثر ما بيسوي في الناس يمكن يسوي فينا. هذه ولا بينوبه. اسكي شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ساك ماما القول صبر. عيدي تقنعتني. لبشت الصندوق وما لقيت سك البيت. يعني ضاوي لا تخافي. بغض تذبحنا الساحرة. يا قلبي. لكن ولا يهمك عمي. بيتك بتاخذك غصبا عنه. بتاخذه يعني بتاخذه. يا ضاوي قلبي عبرني ويلومنا على سواتي اللي قلبي يحبها. حسنيك شايب وتفل. عطني الصك انا برد سكوك الناس كلها لاهلها. كيف؟ انا ما ريت الشر الا يوم ما ريتك. وليش انت مني ما ريك في اللي تباه؟ وبعدين انا كل اللي سويته لان انت تباه. صدق يا عمي كلامك أدخل الخشوع في قلبي. سبحان الله سبحان الله. أم عابد طيبة وايد وايد طيبة، وبالصراحة هي ما تستاهل اللي جالسين نسويه معاها. تفضل يا عمي تفضل. احسنت يا ولدي احسنت. عمي انت روح البيت وارتاح، انا موعد رجال بسير له وبعدين بالحقك. ان شاء الله يا ولدي. زين ما ترياق انا. ها ان شاء الله يلا. ان شاء الله يا عمي ان شاء الله ان شاء الله.
لازم اتعذر منها. الجازية لا شوية حتى نعرف وادي. يا الله يا بنت عمي يا الله. سميش بعطيك تلي نعم. عمي الله يهديك. يا ضاوي الله يهديك يا عمي. يا ضاوي ليش جاي من هالدرب؟ أبوي كل واحد يجي من هالدرب ما بس أنا. صحيح كل واحد يجي من هالدرب بس ما في هالظلام. عمي شوف كيف أنت دعمت ولا تعثرت وتعورت؟ أنا أبوي لا دعمت ولا تعثرت، أنا انضربت يا ضاوي انضربت. إنه وبعدني انضربت ومن اللي ضربك؟ ما أعرف أنا بموت يا ضاوي بموت. لا يا عمي لا يا عمي لا تموت، لا تخاف أنا ما بخليك تموت. أنا الحين بركض وبجيب لك حد يداويك. لا تخاف يا عمي. عمي لا تموت. عمي لا تموت جاي لك. ها يطلعون أهلي من البيت؟ تفضل. وإيش وصل السك الضاوي؟ صابر الحافي والكعان، ومن هين بيعطيك رهن هذا البيت إذا ما كان من عند ضاوي؟ هذا ما كنا مرزوق شمك ضاوي؟ مرزوق أعمل. نعم تضحك علي؟ تضحك علي؟ أنا ما سويت شيء. ضاويك تضحك علي ها؟ زعل يا ويلك مني خليت تضحك علي؟ زعل فهم على ايش؟ زاهد فهم على وجه ولا قوة الا زاهد. وده يا زاهد ودره فهم على ايش؟ زاهد ود الرجال ودره. الصكوك كلها كانت عندك خديها عقب بس صك البيت مو موجود. من قال لك؟ الشوادر الحلوة اللي تييج. انا تخونيني انا يوم زاهد؟ انت اصلا مخوذه من ورايا بكذبه وخيانه ما قليله. ترهنين بيتي ولا حتى ترهنيني انا؟ ام زاهد بيتي ما يوسعك، وقبل ما تطفرين من هالبيت ردي الصك ولا بخليك تشوفين شيء ما شفتي. بخليك تدورين مثل ثور اليازره وبطلع منك كل القديم، واذا ما طلعته ما اكون انا موزه. طمني يا مخزوم، بعدني باقي على عهدك وما يطلع من هذا البيت ولو على موتي. عليكم مية لك، أعطوني المية لك وخذوا صك بيتكم. إيش يعني لك؟ يعني الألف؟ علينا 100,000؟ إي نعم، عليكم 100 لك. غوازيك عند صابر. مالي خص، اللي يبي الصك يدفع الرهن، ومعاكم إلين أسبوع، يا تسلموني غوازيي يا تسلموني البيت. بيت مخزوم.
ايش؟ حتى عن هذا بتسكتون؟ بتسكتون عن ضاوي واللي جالس يسويه في الحارة؟ لين يحل الظلام يستوي خير. أنا تحت الأمر والطاعة. جاتنا شارة. أنا ما سويت لهم شارة. أنا مالي غنى عنكم. أنتوا الذخر لي. بس ما اليوم. بعدين. ظهرت شارة ثانية في الحارة. شارة ثانية. ما معقولة. أنت عارف الشرط. ما نبقى إلا راية واحدة في الحارة. بس الراية عندي أنا، ما في حد غيري. يكون حد سرقها؟ شفت؟ هذه الراية وأنا أولى بها. الشيبة قايلي ان هذه الراية لي وانتو تحت اوامرها واوامري طول امري. بس انت عارف الشرط، ما نريد الا شارة واحدة في الحارة. هات الراية ولا تراني بفضحكم واحد واحد. حتى راعي الراية فوقكم. بقول للناس منه الإيران، لان بسبب وجودها أنا ساكت عن حقي في أشياء كثيرة، وحتى أنتو. جرب، أريد أسمعك تنطق بكلمة.
الله والشيطان الرجيم. من وين يدق الباب فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سكنهم مساكنهم انس واللقن. كم لك يسدك عشان تكمل بيتك وتفك رهن بيت ابوك وتشتري لك محمل وتعيش عيشة التجار؟ من انت؟ جاوبني. انت اول جاوب. انت من؟ جوابي ما ينقال، ينشاف بالعين. ها ما رديت؟ اطمن اطمن، ما لك الا الخير. انت طلبتنا وحنا فدوة لك ولأهلك. هذا من طلب يي تبعت زين. وصف لي اياه. ما له وصف، ما له وصف ابدا. بس اذا قالك شايف بحياتك قني او مغيب تقدرين تقولين نفس الشيء. ابوي انت بعد يالك شايف قني ومغيب؟ حشا يا امي، ما شفت حشا. بس هذا الوصف اقرب وصف للنمونه اللي شفته. والله ما ادري من هين تجينا هالنماين هذه بعد. وانت من هين جايه بعد؟ انا كنت اكحفر قادي ورحت اشرب ماي. اخوي عابد خير؟ علامك ما بتغلبوني، ما بتغلبوني. بتغدى بكم وباخذ منكم حقي. ليش؟ كان المفروض تخبرين عن مكانه قبل ما انشر. انت خلك بعيد خصوصا عن سبيل. والسبب؟ خايفة؟ ليش؟ والله وجه اليوم اللي فيه أم عابد تخاف على ولدها المسكين. يا ولدي كيف ما خاف عليك؟ لازم أخاف عليك. وليش ما خفتي علي من عذاب البحر وهواله؟ ما خفتي علي من عذابي وأنا أتمربر من صغري؟ ما خفتي من عذابي في مزرعة النوخذة عشان الكل يأكل من تعبي وشقاي على البارد المستريح؟ ما خفتي علي من عابد؟ داليني بمكان سبيل. Thank you.
تتركني؟ بعدين انت كيف تتقرع على عمتي ام عابد؟ في القهوة وخلي يجي. ليش؟ خلي يجي. ليش؟ دوكم ما يعاند. يلا روح. لازم أعرف. بعدين بتعرف. يلا أركض. يلا أركض. كان هاين علي قتلك. ولا أنا الشاهد عن أبوك. ما عليك يا ضاوي، ما عليك، خبرك عند ابوي ودماغك عندي. اليوم ورايح الخيزران هي امك وابوك. ها امك وابوك، ابوك خلاص راح، مات. مات، انكسر راسه، خليت دمه ينسكب على الأرض إلين انغضب ومات. قومي وروحي هاتي كل الغواز اللي أعطاك إياها المحوم، الله يرحمه. غيبي مشيت لهم وعطيتهم اللي فيه النصيب. هم صحيح طماميع شوي، لكنهم يستاهلوا على الوقفة اللي بيوقفوها معك. يعني اليوم يومك يا شيخ ضاوي. مرحبا ضاوي. الشيخ ضاوي، تستاهل تكون شيخ، وعاد هذول ربعك زوير وعوير وبليس ما في خير. اطلع من المجلس بالطيب والاحسان، لا اخليك مضحكه للناس مثل ما سويت بغيث. قصدك مثل ما سوينا بغيث؟ اريد ابشرك يا ضاوي ان انا ما بحمار، الله يعزك ويعز السامعين، علشان اخليك تسوي بمثل ما سوينا بغيث.
يعني تبغى تصير مضحكة للناس يا رجال؟ شايف هالرجال الأشاوس؟ باي مرغوك مرغ 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 مرغ، وباي خلوك ما تسوى النعال اللي لابسنها. هطلع من المجلس بالطيب أحسن لك، تراني ما فيني صبر يا رجال. أنت الله عليكم من رجال، سود الله وجوهكم. يا حي الله بالشيخ ضاوي. معقولة يا سبيل؟ معقولة بجلس أنتظرك لين ترد؟ بس لازم أنتظر. سلمك يا سبيل. هون يا ضاوية، أنا ما أساوي نعالي؟ شلو خارج وبطو داخل السبلة، شلو. ها عمي، هلا 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 بولدنا صابر. هلا هين الفار عمي. الفار في المصيدة. كل حد في بيته وصك عليه بابه ومجلس غير قاسين يتضاربوا بوي عليه. خليهم يتضاربون، انت ايش عليك؟ تصدقي اهل الحارة بعيد الشر والبلا ما كنهم من هالحارة، واللي يصير في مجلس غير ما يعنيهم. اوه لوعتينا بمجلس غير، عاد كان قايتك. لا انا تغيرت، شمسه مال زمان ما هي شمسه مال الحين. تعرفين انا الحين خلاص صرت اسوي الجيمات واسوي بيض وابيعه على هالحاره واجيب لكم منه. تشتريون طبعا تشتريون، علشان حبيبتي اصرف بعد على اولادي، اقصد على ولدي. تبين الصدق، جات وقتها. القهوه محشفه، لا سكر ولا بن ولا شيء، هذا غير دعونه اللي عتقت واكلتها الرمه. انا مالي خص في القهوه اللي انت بتحكي عنها، كلتها الرمه ولا اكلها الدود. عيل عيل، انت عن اي قهوه تتحكين؟ اصلا ماشي غيرها في الحاره. الغوازي اللي في ديك ابغى تبني فيهم قهوه جديده ودكان، بس يكون انا بعيدات عن دكان خميس وقهوتك. دكان خميس وقهوتي بالاسم، لكن المال والراس والساس لكم لكم انتم يا اولاد مخزوم والنوخذه. حمدان، إذا ما تبغى تتعبل باللي بكلفك به،
أقدر أشوف غيرك. لا 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 لا، أنا مستعد وحاضر تحت أمرك يا بنت النخدة. أصلاً أنا بدور رزقي مكان ثاني لأن مردود القهوة قل. بس أنا ما باك تضر أصحاب القهوة والدكان. أصيلة يا بنت الأصول، أصيلة. شفت شفت يا خميس كيف الدار ساكنة وهادية، ما مثل اللي كنا خايفين منه. والحين نقدر نطلع من البيت لأن الضاوي مربوط في تغيير، وأهل الشر ما لهم بينه. تعرف تعرف يا خميس إني اشتكت لأولادي يوسف وناصر، وأنا بعد اشتكت حال أم الحارة العودة أم عابد. يلا افتك. انت قوية. انا قوية لازم. يلا خليك خليك. انت جاية عشان تعرفين شو اللي شاغل امك وعمتك؟ اللي جاية اسألك عنه يمكن شاغل امي، لكن عمتي ولا هام منها. اول ما عرفت قالت الله يهنيها. وامك؟ امي تخاف تضيعين عليها، خايفة ينقص عليها المردود. وناسي ان لو معابد ما كان لها دكان ولا قهوة بعد التاجر مخزوم. هذي انتي ما ناسي عابد ولا عابد نساكي. اعرف. تعرفي من هين؟ تعرفي مالك خص. تاتي حبو ماشي، تاتي يقفل حاشي، تاتي حبو ماشي، تاتي يقفل حاشي. صفاقة حال البابا صفاقة. من ضربة؟ أنا يا أبوي رأس عني يا أبوي. رحيمة راح أبوي عني، راح أسيب دلالي. رحيمة خوفتي أولادي. لا تخافوا لا تخافوا، هذه عمتكم رحيمة. إيه رحيمة، الحين بيجونك أولادي وقولي لهم تاتا حبو ماشي، تاتا يقفل حاشي، صفاقة حال بابا من ضربة. قوليها يلا يلا، قولي يلا. كلامها هذه والله برايج. ما تبينها؟ أنا أبيهم، هذولي أولادي،
تاتي حبو ماشي تاف من ضربه. وش فيك يا ليل الجراح ما جبت اخبار الصباح غيرت منديل الوفا بينك مسافه والرياح واحنا هنا والانتظار نتوسد ابواب الحصار مرت بلا شمس الحزن تغلق شبايك النهار واحنا هنا والانتظار متوسد ابواب الحصار مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار مر الحزن